صباح الخير. احنا النهاردة قدام اسوار القاهرة في منطقة الجمالية، ومنطقة الجمالية طبعا تعتبر من اهم المناطق الاثرية في مصر. لو بنتكلم على القاهرة الاسلامية او القاهرة ما يقال هي القاهرة الفاطمية، ورغم ان انا بختلف في موضوع تسمية القاهرة الفاطمية، لان صحيح هي القاهرة كمدينة انشئت على ايد الفاطميين، ولكن حصل فيها تطورات كثيرة جدا بعد ما الفاطميين بنوها او اسسوها. لكن المنطقه اللي احنا شايفينها قدامنا دي هو احد ابواب القاهره الفاطميه اللي موجوده في حي الجماليه. الاسوار دي طبعا توقعات ترميمها في التسعينات واول الالفيه الثالثه. اللي بنى الاسوار دي كان الفاطميين عشان يكبروا مساحة العاصمة، لان طبعا لما الاسلام دخل مصر كانت اول عاصمة للعرب المسلمين في مصر كانت مدينة الفسطاط، اللي هي مكان دلوقتي مدينة او منطقة مصر القديمة في القاهرة.